طبعا يعني هذه كانت أخبارنا المحلية مشاهدين الكرام، لكن عندنا مشاهدين الكرام اتصال من سلطنة عمان بالنسبة بما يتعلق بالدورة الثامنة لمنشد الشارقة. طبعا هذا البرنامج يعني برنامج المواهب الراقي جدا، والأول على مستوى طبعا الخليج. اليوم يقومون بجولات أو الاختبارات الأولية لمنشد الشارقة في عدة دول متواجدين اليوم حتى يقومون بالاختبار. طبعا هم حاليا الأخوان موجودين في سلطنة عمان. طبعا معنا الاخ احمد الشيباني عضو لجنه التحكيم في سلطنه عمان. قول السلام عليكم اخوي احمد. حياك الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اسعد الله صباحكم بالنور والسرور. يا هلا وسهلا، نتمنى لكم كل التوفيق الحقيقه في البدايه في منشد الشارقه. اليوم طبعا الاختبارات موجوده في سلطنه عمان، خبرنا بدايه كيف استعداداتكم للاختبارات والمتقدمين كذلك. نعم، هو حقيقة من الصباح الباكر طبعا نحن الآن موجودين في فندق سيتي سيزن في الخوير وقاعة الصاروج. من الصباح الباكر طاقم التلفزيون ما مقصرين، يعني قاموا بالاستعدادات الأولية للمسابقة، وبالفعل الحمد لله الآن وافد المنشدين نتوقع تكون في مشاركات بإذن الله قوية هالعام. إن شاء الله. نظرا لما كان طبعا سابقا كان عندنا مسابقات داخلية في السلطنة استعدادا لمسابقة منشد الشارقة. نعم أستاذ أحمد، بس لو تحدثنا يعني الأصوات المتميزة في هذا الموسم، يعني من وين تقريبا؟ يعني احنا سمعنا ما شاء الله في أصوات يعني من سلطنة عمان، في أصوات من اليمن الشقيقة، في يعني يعني تتوقعون اللقب لمنو هاي السنة؟ نحن إن شاء الله بإذن الله نتوقع أنه اللقب يكون عمان السنة بإذن الله. عماني ها ما شاء الله. لأن حقيقة في السنوات الماضية يعني طبعا في أكيد ولا يستطيع أي شخص أنه ينكر أنه كان لمسابقة منشد الشارقة دور كبير في صقل المواهب حتى عندنا نحن في السلطنة. يعني كان الشباب يتدربون عندنا على أساس أنهم يحصلون على مراكز متقدمة. أصبح أيضا المنشد العماني مثقف حتى في النشيد، يعني من خلال تعلمه لمقامات الصوت صحيح اخر تطوير قدرات الصوتيه اللي يستطيع المنافسه فيها ما شاء الله. والمشاركه كذلك في منشد الشارقه، هذا البرنامج اللي يصقل هذه المواهب يعني اليوم، وكذلك يعطيهم الفرصه للظهور على الساحه. ولكن اليوم جولاتكم كثيره ما شاء الله، يعني في اكثر من دوله بتكون موجوده لجنه منشد الشارقه. الخطوات القادمه او وقفاتكم القادمه في اي دوله بتكون؟ هذا بالنسبة في الدول الثانية اللي ما راحوا لها الشباب اللي هو طاقم التلفزيون. نعم. لكن نحن معنيين أكثر شيء بمسابقة في سلطنة عمان. نعم. في الشارقة يعني صار له الآن ظهور عالمي من خلال المشاركة. نعم. لين متى موجودين في سلطنة عمان؟ يعني المتقدمين لين متى ممكن يقدموا؟ اليوم من الساعة 8 لحد الساعة 8 مساء إن شاء الله. نعم. وطبعا المجال مفتوح للعمانيين وغير العمانيين مشاركه السابقه من نعم. نعم. طيب استاذ احمد سريعا، بس عدد المشاركين لحد الان كم وصلتوا ما شاء الله؟ الحين والله ما اقدر اخبرك العدد الحقيقي، يعني في ازدياد، يعني هو في 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 محادثات جانبيه تحت الفندق وفي قاعه الاستقبال وكذا. نعم. الان ايضا نحن ايضا قدمنا دعوه نعم المشاركين في السنوات الماضية في البرنامج. نعم. قدمنا لهم دعوة للحضور ولإعطاء مثلا زخم لهذا اليوم. نعم. طبعا احنا نتمنى لكم التوفيق، والتوفيق ايضا لكل المشاركين المنشدين في من سلطنة عمان، وان شاء الله يعني الناموس لكم اخواننا في سلطنة عمان. كل الشكر والتقدير الاستاذ احمد الشيباني عضو في لجنة التحكيم في سلطنة عمان في منشد الشارقة في الدورة الثامنة. شكرا جزيلا لك. شكرا. يعطيك العافية. طبعا جمال، يعني نحن يوم نتحدث عن منشد الشارقة نتحدث عن اصوات عذبة ومميزة جديدة يطل طبعا من خلالها منشد الشارقة في الموسم الثامن، ليخرج نخبة جديدة من الموهوبين في عالم الإنشاد. خلونا مشاهدينا بما أننا نتحدث عن هذا البرنامج وعن منشد الشارقة، نشوف هذا التقرير اللي أعد لنا الزميل زهير المصري، نشوفه ولنا عودة. من ينسيها تفاصيل العذاب. تحت شعار منشد الشارقة إلى العالمية،
انطلقت الدورة الثامنة لبرنامج منشد الشارقة لتجوب العالم بحثا عن الأصوات العذبة الندية التي تغرد بالكلمة الهادفة. فبدأنا من المملكة العربية السعودية المحطة الأولى من أصل 11 دولة، أما المحطة الثانية فستكون في دولتين شقيقتين في نفس التوقيت. حيث يتواجد فريقنا اليوم في سلطنة عمان وفي جمهورية مصر العربية، وستتوالى المحطات تباعا حسب الجدول المرسوم من قبل فريق إعداد البرنامج لاختيار المشاركين في المنافسات التمهيدية تمهيدا للمشاركة النهائية لاختيار منشد الشارقة. وهي إعلان أسماء المتأهلين للتصفيات النهائية. يتيح منشد الشارقة الذي يخرجه ناصر السويدي ومحمد البحراني ويساعد علي بادعام في الإخراج والمنتج المنفذ نجم الدين هاشم للراغبين من مختلف دول العالم العربي والإسلامي المشاركة من غير الدول المذكورة، وذلك بتقديم مواهبهم عبر الإنترنت على صفحة المنشد في موقع مؤسسة الشارقة للإعلام. كما أعلنت لجنة الاختبارات التمهيدية أن شروط المشاركة للمتنافسين تشمل تقديم أداء نشيد وموال لمدة لا تزيد عن 3 دقائق، إلى جانب اختبارات صوتية لأناشيد ذات مضمون هادف، وأن يتراوح عمر المشترك بين 18 و26. وديني سلامي يا رايح للحرم. تحرص مؤسسة الشارقة للإعلام من خلال تلفزيون الشارقة على تعزيز حضور الكلمة واللحن الهادف والمعبر المنسجم مع القيم والعادات والتقاليد الإماراتية، بعد أن حقق البرنامج نجاحات رائعة في فضاءات الفن الإنشادي الهادف عبر 7 دورات سابقة. لمن فاتته الفرص الأولى ما زال أمامكم فرصة للاشتراك. فالشارقة وأهلها بانتظاركم، تمنياتنا للجميع التوفيق، فنحن متشوقون لسماع أصواتكم.